بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض ان شاء الله. وهنبتدي في الفيديو ده، او هنعمل في الفيديو ده عملية الايديت. لما ندوس على الايديت هنا يظهر لنا الفورم فيه البيانات اللي احنا هنختارها. لما ندوس على البوتن الخاص بالال اي دي وتظهر لنا البيانات ونقدر نعدل عليها. طيب ازاي الكلام ده هنعمله؟ تعالوا بالراحة نروح على الكومبوننتس بتاعتنا وعلى البروجكت بتاعنا. الاد تاسك هناخدها هي تقريبا هي اللي هنعملها في ايديت تقريبا، يعني مع اختلاف بسيط. الايديت تاسك هنعمل، احنا عاملين كومبوننت اصلا من الاول خالص، هي كومبوننت الايديت تاسك. هنسميها طبعا بدل الاد تاسك هنسميها ايديت تاسك. وهنا الجزئيه بتاعت الفانكشن اللي احنا كنا من خلالها بنضيف التاسك هنسميها بقى هنا ايديت تاسك. ايديت تاسك بالشكل ده، ادي ايديت تاسك. طبعا هي دي اللي هتبقى ايديت تاسك، لسه ما عملناهاش لسه هنعملها. والست تايتل هتبقى زي ما هي، مش اي مشكله خالص. عايزين بس نظهر الكومبوننت دي في التاسك ليست. نيجي هنا وعاوزين نظهر الكومبوننت بتاع edit task. نتست بس الدنيا كده الاول، وطبعا هنستدعيها. ادي edit task edit task edit task بالشكل ده، وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل معانا. اسف، بقت بالشكل ده. لا بس لسه فيها كلمه add new task، فانا اروح هنا على الـ Edit Task هنا وهغير العنوان ونخليه Edit Task بالشكل ده. بقت Edit Task، ممتاز جدا. كل اللي أنا عاوز أعمله لما أدوس هنا أجيب البيانات بتاعت العنصر ده وأختار منها التايتل وأحطه هنا. طب إزاي الكلام ده هيتم؟ تعالوا الأول نعمل الـ Event بتاعنا. الـ Event بتاعنا هيبقى على في التاسك، في الكومبوننت بتاع التاسك نفسها. احنا عاوزين ندوس على الايديت دلوقتي، فهنعمل فانكشن اسمها فايند ايتم او فايند تاسك. خلينا نسميها فايند تاسك، فايند بالشكل ده. لسه ما عملناش، هنعملها لسه. فايند تاسك، وبرده هتاخد الاي دي. مالها فايند تاسك دي؟ طبعا نستدعيها هنا من خلال الكونتكست. هنروح على الكونتكست ونعمل الفانكشن دي. ادي الفانكشن، هنقول كونست فايند تاسك بيساوي تستقبل الاي دي، ومن خلال الاي دي هنعمل الاتي. هنقول خلينا نقول كونست تاسك يساوي التاسكس اللي عندنا دوت فايند. عندنا ميثود اسمها فايند. فايند دي برضو بتاخد كول باك فانكشن، هتبقى ايتم بالشكل ده، وهترجع لنا لو الايتم دوت اي دي ايكوال ايكوال، اسف، ايكوال 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 الاي دي اللي جاي لنا، خلاص هيرجع لنا الايتم بتاعتنا. اوكي، لو الايتم دوت اي دي ايكوال ايكوال الاي دي اللي جاي احنا دوسنا عليه. لما هندوس ايديت، ثانية واحدة، ايتم فين ايتم دي؟ ايتم از نوت ديفايند كي وورد. ماشي ماشي، ايتم از نوت ديفايند كي وورد. ايه المشكلة معانا هنا؟ ثانية واحدة، كنترول شيفت اي في التاسك كونتكست، ايتم دبل ام في التاسك كونتكست دوت جي اس. احنا ما كتبناش لسه ايتم دبل ام دي خالص، لسه ما فيش في حاجه هنا ايتم دبل ام. تعالوا بس نروح على الايديت تاسك ونستدعي. احنا قلنا الفايند تاسك، قلنا كونسول دوت لوج. خلونا الاول ادي اهو هنا كون فايند تاسك ايتم دوت اي دي بالشكل ده، وادي الفايند تاسك، وادي التاسك كونتكست، ادي الفايند تاسك هنبعتها بالشكل item double m دي مش موجودة فعلا. طيب أول ما ندوس edit هنا نشوف ايه اللي هيحصل معانا. المفروض لما ندوس edit نعمل بقى console dot log للتاسك دي تحديدا اللي احنا دوسنا عليها بالشكل ده. ادي edit، قال لي first task وادي رقم واحد، edit تاني second task ادي رقم اتنين، edit تالت، وهكذا. عندنا مشكلة تاني هنا، وهو هنا الفورم عندنا ظاهر على طول. أنا مش عاوز يظهر على طول، أنا عاوز يظهر بس لما أدوس على الإيديت، فقط لما أدوس على الإيديت. طب الكلام ده هنعمله إزاي؟ هنعمل هنا ستيت جديدة، هنقول له الستيت دي اسمها أيتم وست أيتم بالشكل ده، الأيتم اللي إحنا هنجيبها. وطبعا القيمة الأساسية بتاعتها هتبقى نل بالشكل ده. مالها أيتم وست أيتم؟ هنبعت الأيتم دي برضو عادي، وهنستقبلها خلال التاسك ليست هنا. طيب فايدتها ايه؟ هنقول والله لو ايتم دي فيها قيمه ما هيبقاش فيها قيمه غير لما ادوس على الايديت.
فيها قيمة اظهر لي الايديت تاسك بالشكل ده. لو ما فيهاش قيمة خلاص يبقى فاضي ونقفل الكونديشن بتاعنا بالشكل ده. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. طبعا لسه ما خليناش فيها قيمة. طب ازاي هنخلي فيها قيمة؟ هنرجع للتاسك كونتكست، بدل ما نقول له بقى كونسول دوت لوك تاسك هنقول له والله ست ايتم بالتاسك دي بالشكل ده. اول ما نقول له ايديت نلاقي الفورم ظهر معانا بالشكل ده. جميل جدا، ممتاز. باقي جزئية واحدة، ان انا عاوز اجيب البيانات اللي انا هاخدها من هنا اطبعها هنا في الفورم دي. طيب ازاي الكلام ده؟ هنروح على الايديت تاسك، هنستخدم بقى هنا هوك تاني اسمه يوز افكت. ما اليوز افكت ده؟ يوز افكت ده المفروض لما بنعمل اي تغيير في اي في اي ستيت عندنا بيسمى على طول في اليوز افكت، بيشوف لو انت هتابند عليه حاجه ولا لا، هتعمل حاجه بناء على التغيير اللي هيحصل ده ولا لا. تمام، دي فائده اليوز افكت. فاحنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا هنقول له يوز افكت، ودي بتاخد برضه كول باك فانكشن اهي، ونشوف هنعمل فيها ايه. هنستدعي هنا الايتم، الايتم دي اللي احنا في التاسك كونتكست اللي احنا بنخزن جواها الداتا لما ندوس على الايديت. هنستدعي هنا الايتم برضو اهو. طبعا الايتم في الوضع الطبيعي بتاعتها نل. ايه رايكم لو قلنا له اف ان الايتم نوت ايكوال نل، اعمل لي ايه بقى؟ قول له سيت تايتل، سيت التايتل اللي عندنا ايتم دوت اي دي. نركز في الحته دي جدا. ايتم مين الايتم ده جاي منين؟ انا لما بدوس على الايديت بخزن في الستيت بتاعتي اللي اسمها ايتم، وست ايتم دي بخزن فيها الاوبجكت ده كله اللي هو الفيرست تاسك والاي دي بتاعه، بخزنه كله فين؟ في الستيت دي. تمام، في الوضع الطبيعي في الاول خالص الستيت دي بتساوي نال. امتى ما هتساويش نال؟ لما تدوس على ايديت خلاص. انا هقول له لو الايتم دوت الايتم نوت ايكوال نال خلاص يبقى ست تايتل ايتم دوت تايتل، اسف مش دوت اي دي، دوت تايتل. تعالوا نشوف كده ايه اللي هيحصل معاه. ادي ايديت قال لي فيرست تاسك، طب ايديت تاني قال لي سكند تاسك، طب ايديت تالت قال لي ثيرد تاسك، وبالتالي احنا كده جبنا البيانات بتاعتنا. ناقص بقى جزئيه بسيطه لو احنا عملناها قبل كده مفيش فيها جديد، وهي جزئيه ان انا دلوقتي لما ادوس بقى على السبميت عاوز اخد التايتل اللي عندي. جميل، وبعد كده اعمل فانكشن اسمها ايديت تاسك. ايديت تاسك دي بتاخد حاجتين، بتاخد التايتل اللي هيبقى مكتوب جوه اللي هيبقى مكتوب جوه هنا جوه الانبوت بتاعنا، وبتاخد الاي دي. الاي دي ده انا هجيبه منين؟ هجيبه من الايتم دوت اي دي، هجيبه من الايتم دوت اي دي. فهاجي هنا ادي تايتل اي دي، وهنا مش هقول له بقى ماث دوت فلور دوت راندوم لان انا ما بكريتش واحد جديد، لا ده انا هبعت له الاي دي اللي عندي ده، الاي دي ده. هاجي هنا اقول له ايديت تاسك التايتل، تايتل والاي دي اي دي، هاجي هنا اقول له عندنا الايتم دوت اي دي بالشكل ده. وتعالوا نشوف هنعمل بقى الايديت تاسك دي ازاي. تاسك كونتكست نروح نروح هنا نقول له كونست ايديت تاسك، ودي التاسك دي بتاخد التاسك اللي جايه، تاخد الايتم اللي جايه او التاسك اللي جايه. هنقول له كونسول دوت لوج التاسك دي. طيب ايه دي التاسك دي؟ هنبعتها بقى، المفروض تتبعت، ما هتبقاش كده، ادي اتبعتت معاه. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لما ندوس على السبميت. ايديت اهو، وهذا فيرست تاسك نيو بالشكل ده، ما بعتش حاجه. في هنا مشكله، احنا المفروض دلوقتي لما في ايديت تاسك في اليوز افكت عاوزين الايتم دوت اي دي دي بس تحصل وقت ما انا بغير في الايتم، بس وقت ما الايتم بتتغير، غير كده المفروض لما اكتب حاجه يكتب معايا عادي. ايه اللي حصل؟ معلش المشكله اللي حصلت المره اللي فاتت، انا دلوقتي عاوز اخلي الايفكت بتاع الايتم سيت تايتل ايتم دوت تايتل امتى؟ لما ادوس على الايديت بس. تمام، احنا قلنا اليوز افكت لو انت سبتها فاضيه زي ما انا كنت سايبها فاضيه من شويه، اي افكت بيحصل هنا افكت ده عباره عن افكت. تمام، اي افكت بيحصل هو هيعمل ايه؟ هو هيأثر برضه، هيخلي الست تايتل هيساوي الايتم دوت تايتل، وكأني ما بكتبش اي حاجه اصلا، مش هيسمح لي بالكتابه. فعشان افعل الجزئيه دي في حاله واحده بس على ستيت واحده بس بفتح array وبقول له ايتم، لو في اكتر من ستيت تانيه بقول له كوما واقول له الستيت التانيه. طيب كده تمام، ادي
سكند تاسك بقت ظاهره معانا، سكند تاسك نيو، عاوزين نقول له سبمت. سبمت قال لي سكند تاسك نيو والاي دي رقم 2. طبعا الاي دي رقم 2 ده بقى هحاول اشوف الايتم اللي واخده اي دي رقم 2 واعدل البيانات بتاعتها. طب ازاي الكلام ده؟ كده تمام، احنا كده بنجيب التاسك في الايديت تاسك. عاوزين نقول له بقى ان التاسكس دوت، خلينا نقول الاول كونست ايديت تاسكس بيساوي تاسكس اللي عندنا دوت ماب، وجوه الماب هيحصل الاتي. المفروض بتاخد الايتم، وهقول له بقى هفتح كده قوسين واقول له لو الايتم دوت اي دي ايكوال ايكوال التاسك اللي جاي لي دوت اي دي، يبقى رجع لي التاسك الجديده، التاسك الجديده بالمكونات الجديده بتاعتها. تمام، طب لو لا يبقى خلاص رجع لي الايتم بالشكل ده. مش محتاجين كمان اهو، ادي ايتم، معلش هون انا خليتها كده، فهتبقى ارو فانكشن على طول. يبقى ايديت تاسكس هتبقى شكل ده، وبعد ما نعملها هنقول كونسول دوت لوج مين الايديت تاسكس، ونشوف تغير اللي هيحصل معانا ايه بالظبط. اسف، نقول له ريتيرن. تمام، تعالى كده نقول له ايديت، فبعد كده هقول له نيو بالشكل ده، اقول له سبمت، يروح مرجع لي يقول لي بقى فيرست تاسك نيو. خلاص كده غير الفيرست تاسك، كانت فيرست تاسك بس، خلاها فيرست تاسك نيو، الاي دي بتاعها رقم 1، فما فيش ادنى مشكله عندنا خالص. ممتاز جدا. طب لو عدلنا في الثانيه في السكند تاسك نيو بالشكل ده، نقول له سبمت، يقول لنا ايه؟ يقول لنا فيرست تاسك وبعد كده سكند تاسك نيو. ممتاز جدا. ايه اللي احنا عاوزين نعمله بقى؟ بدل ما نقول له كونسول دوت لوك، هنقول له بقى ست تاسكس. ست تاسكس عندنا، ايون ست تاسكس بالشكل ده الجديد. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل عندنا. لو قلت فيرست تاسك قلت له انذر تاسك بالشكل ده، تعالوا نشوف، نقفل ده كده، نقول له سبمت، هتبقى انذر تاسك. تمام، وهكذا. حبيت اعمل ايديت تاني هنا، سكند تاسك نيو، هتبقى سكند تاسك نيو. كده احنا عملنا عمليه الايديت، بقى جزئيه بسيطه هنا، وهي اول ما نعمل الايديت نخفي صاحبنا ده. طب ازاي هنخفيه؟ الفورم دي ازاي هنخفيها؟ والله الموضوع بسيط جدا. ايه رايكم لو جينا هنا ست ايتم رجعناها تاني بتساوي نل، بس مش اكتر من كده. باجي اعمل ايديت اهو، واقول له فيرست تاسك نيو، واقول له سبمت، ولاقي الايديت تاسك اختفت وتم تعديل الاوبجكت ده بشكل بسيط وسهل جدا. دي عمليه الايديت في التاسك مانجر ليست بتاعتنا، او تقريبا لما تيجي تستخدم بنفس الكونسبت بنفس السيكونس اللي احنا عملناه ده، لان احنا ممكن نستخدم اليوز ريديوسر برضه من ضمن الحاجات اللي موجوده في الهوك. فان شاء الله الموضوع بسيط وسهل، ما فيش اي مشكله خالص. لو عندك اي سؤال، اي استفسار، اي حاجه، بعت لي على الاكونت بتاعي على الفيسبوك، راسلني او على رسائل الصفحه وات ايفر، او حتى في الكومنتات عندك في اليوتيوب. ما تنساش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب. بقى لنا جزئين، الجزء الاول جزئيه ان انا البيانات دي مش عاوز اخليها كده، البيانات دي عاوز اخزنها في اللوكال ستورج، وهي اخر جزئيه ان احنا هنظبط الستايل بتاعنا ده، هنخليه زي الستايل القديم. وطبعا الشكل لازم يبقى بروفيشنال ويكون كويس ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.